خلينا يا اخي انا قلت ماجد خلينا نقول يعني هذا واقع مو قاعدين انا وياك نتكلم في الموضوع. طيب الاهلاويين كلامهم كلامك انت عليهم مع اني انا ما عمري شفتك انت تسقط، اتكلم بصراحه على الهواء يعني ما عمري شفتك تسقط على الاهلي، بس الاهلاويين الله يجبر الخير، بس الاهلاويين كلامك ثقيل عليهم. طيب اقول لك شيء، اقول لك شيء، وهم في المركز الثاني فهم في المركز الثاني، قلت حينتهي الدوري يا رابع يا خامس يا سادس يا سابع، وضع الاهلي ترى ما يسرنا، لا تحسبنا احنا نتكلم بالطريقه ذي اننا مبسوطين وفرحانين، احنا ودنا الاهلي يبقى الحين في اقاله فلادان ما حلت ولا شيء، ما حلت ولا شيء ولا شيء. طب الحل وين؟ الحل ما بين الاداره واللاعبين، اللاعبين مو هم مقتنعين ولا هم محترمين الاداره، هذه واضحه. أوكي. انا ما جبت سر من رده فعلهم. طيب. لما يطلع لي لاعب ولاعبين في نفس اليوم ونفس المباراه وكلهم يتحدثون بنفس اللغه. طيب. لم نقدم المهر، اوكي، هذا يعطيك انطباع انه الامور فوضى. طيب. فوضى عارمه تشكل وتشخص الواقع اللي قاعدين نشوفه. اللاعبين شفها. بعده اللاعبين مؤمنه يعني الاهلاويين لابد ان يبحثون عن، ترى كرسي رئاسة الأهلي مع كل الحب والتقدير والاحترام، ترى ما أقل من شخصه مر عليه فطاحلة، حققوا إنجازات، وضعوا الأهلي دائما في المقدمة، فالحل أنا أهم شيء واحد يجي يضبط. لحظة شوي ماجد، لا تحسب لي، لا قبل ما أروح خلوا عيد يتكلم، قبل ما أروح للشباب سمعوا أتفق معاك أنه كرسي الأهلي يعني مر عليه أسماء كبيرة، بس ترى حتى كرسي الهلال مر عليه أسماء كبيرة وجاهم فهد بن نافل بتجربة جديدة، كرسي النصر نجاح. طيب خلنا نكمل كلامي بس، كرسي النصر مر عليه أسماء كبيرة جاهم صفوان السويلم، حتى السويلم بتجربة جديدة ونجاح. لا أنا أتكلم السنة دي الحين، أوكي، أو سنة الموسمين الأخيرة، صفوان السويكت أتكلم عن التجربة الانتخابية تجربة جديدة، والكرسي حق صفوان السويكت كان جالس عليه شخصيات مهمة في تاريخ الرياضة السعودية، الاتحاد نفس الكلام الأنمار الحالي، إيش فرق عبد الله مؤمن عن هذولي؟ والله كل واحد له مواصفات، أنا أعتقد أنه عبد الله مؤمن لا يملك مواصفات الرئيس اللي يجلس على كرسي الأهلي، هذا رأيي يعني. وأرجو أنه ما يزعل منه، ترى صديق وعلى تواصل أنا معه، هذا رأيي وأحبه جدا جدا جدا، بس كرسي الأهلي يبغى له رئيس بشخصية قوية جدا جدا يستطيع أنه يوقف الانفلاتات من الأجهزة الفنية ومن اللاعبين ومن كائن من كان على الهواء مباشرة، وردود فعل غير مقبولة.